اختارهم من قبل فطرة خلقهم فيهم ودائع حكمة وبيان. عشنا مع ودائع الحكمة والبيان واستمعنا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف في هذه الكلمة الموجزة. ويتواصل الاحتفال مع كتاب الله تبارك وتعالى، مع القرآن الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ودواء ليس بعده داء. اطلع يا شيخ اطلع، اطلع يلا يا حسن اطلع. مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا تنتهي آياته ولا تختلف دلالاته، والذي لا يخلق على كثرة الرد ويزداد حلاوة مع التكرار. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا القارئ والمبتهل فضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهدى بس شوية. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا
ألف مبروك يا سيدي. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت
وسبح بحمدي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.